أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا غفار يا قهار يا ذا الجلال والإكرام، يا غني يا مغني يا ذا الجلال والإكرام، يا كافي يا شافي يا ذا الجلال والإكرام، يا قديم يا عظيم يا والإكرام، يا جمال يا جلال يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا معبود يا موجود يا ذا الجلال والإكرام، يا وهاب يا تواب يا ذا الجلال والإكرام، يا باعث يا وارث يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أشهد أن لا شريك له إلها واحدا أحد الصمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت برحمتك يا